نختم الجولة من الحراك السياسي ومنها نقرأ: الحرية والتغيير تطلق نداء الخطر. أطلقت قوى الحرية والتغيير تحذيرا خطيرا بشأن تصاعد عنف السلطات وتهديد الأمن الغذائي للبلاد، معتبرة أن القادم سيكون أسوأ. قالت إن الأمر يتطلب استجمع الوحدة والقوة لمواجهة الانقلاب بكل حزم وحسم، وأضافت: القادم أسوأ، وإن لم نستجمع وحدتنا وقوانا ونواجه بكل حزم وحسم فإن الكلفة ستصبح أغلى يوما بعد يوم. أشارت الحرية والتغيير إلى أن المحاصيل المنتجة محليا بدأت تجد طريقها إلى الخارج بسبب ممانعة سلطات الانقلاب عن توفير الموارد لشراء محصول القمح المحلي، وأضافت: امتناع السلطة الانقلابية عن شراء القمح المحلي رغم تضاعف أسعاره العالمية يرمي بالمزارعين للتهلكة، إذ يعجزهم عن دفع ما عليهم من التزامات ويسهم في فشل الموسم الزراعي السنة المقبلة ويهدد الأمن الغذائي بالبلاد. أستاذ شوقي، كيف تعلق؟ في هذا البيان هو صحيح، يعني هو واقع أنه القمح ما في زول اشتراه، وزارة المالية رفضت تشتري القمح، الآن تلاعب شديد جدا داخل أطابير البنك الزراعي، كثير من الحاجات متعطلة، لم تنفذ الموسم الزراعي، الأمن الغذائي في خطر شديد، ده حقيقة. يعني الآن الناس شايفين تصاعد موجة الغلاء، السلطة الآن ما عندها أي خطاب تقدمه للناس. إلى من توجه هذه الرسالة؟ هذه الرسالة للسلطة الحاكمة طبعا، مؤكد يعني ما عندها خطاب للناس. حتى أنا دائما بقول لهم إنه الناس في المكون المدني في المجلس السيادي، لو سألت أي رجل في الشارع الآن قلت لهم منه ما أعرفهم. الآن السلطة صمتت بعد الانقلاب، بقى ما في أي خطاب حتى على الأقل يصبر الناس، وما في أي خطاب فيه أمل لأنه الناس تمشي للأمام. والآن في حالة بتاعت إحباط كبير جدا، والإحباط ده بيأثر على الاقتصاد بالمناسبة. الآن ما في إنتاج حقيقي، في وصول وجود جاي خريف طويل، الخريف ده اللي هو بيقعد فترات طويلة جدا، الناس عشان يزرعوا عشان يحصدوا الآن شهر 10 المقبل، يحصدوا المحصول شهر 10 المقبل، فده كله الآن بينذر بخطر شديد. لكن أنا دعني أعلق على الحرية والتغيير نفسها. يعني هي الآن تتحدث عن هذا الخطر، يحتاج إلى الوحدة، أن نتوحد لهزيمة. نعم، هذا ما يدفع إلى السؤال، لأن لماذا فشلت قوى الحرية تغيير نفسها؟ هذا التعبير تعبير سليم، تعبير الفشل. فأنا أعتقد أنه عندما تكون عارف الحل وين وتمشي، ما تقدر تفعله وما تقدر تمشي له الحل ده، فده العجز. الآن الحرية والتغيير عاجزة عن تتوحد، وده خطر شديد على أهل السودان، في وجود انقلاب، في وجود الآن اللي هو الناس اللي كانوا فاسدين ديل بدوا يعودوا للسلطة وكده، فده كيف أنت كيف ما تتوحد يعني. فأنا أعتقد أنه البيان ده أخطر ما فيه، وأنه حتى الآن برغم استشعار الخطر والتحليل الجيد لظروف البلد المقبلة مستقبل القريب، عجزت الحرية والتغيير عن الوحدة. طيب، وأرجو أنه طيب ما يجري الآن، ألا تتحمل الحرية والتغيير مسؤولية ما يجري الآن؟ شوف، لا تستطيع أن تحمل المسؤولية وهي موجودة في السجون يعني. والآن أي خطوة يمكن أن يخطوها، أي شخص يمكن أن يعرض للاعتقال، فكيف انت الان بعد ما تبعدني من السلطه وتعتقلني وتحطني في السجون وتقوم تقول تحملني المسؤوليه؟ فيما يتعلق بالاقتصاد، انا افتكر انه قائد الانقلاب، قائد الانقلاب 25 اكتوبر، قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح البرهان، اعترف في اول مؤتمر صحفي انه الاوضاع الاقتصاديه كانت ماشيه بخير وكانت ماشيه للافضل، وكان بيقول والله اخونا دكتور عبد الله حمدوك رفع اسم السودان من الارهاب، وبدينا نستثمر، بدات تعود هذه الاجراءات العامله بالخير على السودان، وبدات مؤشرات الاقتصاد تتحسن. هذا حديث قائد الانقلاب نفسه. فلذلك التدهور الاقتصادي يتحمله من قام بانقلاب 25 اكتوبر من عسكريين ومدنيين. الوضع ده الان يتحمله المدنيين والعسكريين الذين ساندوا انقلاب 25 اكتوبر بالكامل.